العنوان الثالث في درس النهاردة الثرمومترز ومن أهم العناوين في السيلابس كاملا، وهي رقم 3 ثرموكابل. عنوان جديد ثرموكابل جنرال. تعالوا ندرس بوجه عام الثرموكابل. الثرموكابل بيتكون زي ما احنا شايفين من الواير اللي قدامي ده، وهو مصنوع من كابر. في احد اطرافه مربوط سلك، وفي الطرف التاني مربوط سلك تاني. السلكين دول مصنوعين من ايرون، وفي النهاية موجود جالفانوميتر، او بنسميه بشكل ادق كاليبريتد جالفانوميتر. بس ملحوظة عايز اقولها، مش شرط ان الوايرز دي تكون مصنوعة من كابر وايرون، هو اي تو ديفرنت ميتلز متوصلين بهذا الشكل هيؤدوا دور الثرموكابل. ده بالنسبة لرسمته. الاتصال الاول ما بين التو وايرز اللي على اليمين بنسميه كول جانكشن، وده مجرد اسم. والاتصال التاني زي ما احنا شايفين بنسميه هوت جانكشن، على فكرة ممكن يكونوا بالتبادل مش تحديدا. بيقول لي the thermocouple actually does not measure temperature. It measures temperature difference between the two junctions. فعليا الثرموكابل مش بيقيس temperature محددة، وإنما هو بيقيس فرق temperature ما بين التو junctions اللي موضحين عندي بالريد circles. بيقول لي if both junctions have the same temperature, the galvanometer will read zero. تعالوا ناخد أمثلة. في الوضع اللي قدامي الكول junction والهوت junction الاتنين دلوقتي ليهم نفس temperature، وهي الروم temperature اللي هما موجودين فيها. لو بصينا على الجالفانومتر هنلاقي ان المؤشر الازرق بتاعه مشاور عند 0 فولتس، لان ببساطة مفيش اي فرق temperature ما بين الكول جانكشن والهوت جانكشن. ده مثال اخر، لو حطينا الكول جانكشن والهوت جانكشن في هوت تي بحيث يكون ليهم نفس temperature، برضو الجالفانومتر هيقرأ 0. كذلك لو حطينا ايس هنا وايس هنا برضو الجالفانومتر هيقرأ 0. طب تعالوا ناخد مثال تاني. لو الكول جانكشن في ايس بينما الهوت جانكشن هيكون في الهوت تي. تعالوا نشوف الوضع. بيقول لي if the two junctions have different temperatures there will be a potential difference between them. لو التو جانكشنز اصبحوا في temperatures مختلفة هينشأ potential difference. The galvanometer will read this potential difference. وزي ما احنا شايفين ازاي ان المؤشر الازرق الخاص بالجالفانومتر بيديني قراية معينة. مش بس كده، بيقول لي معلومة كمان. if the temperature difference increases the potential difference increases. لو فرق التمبريتشر ما بين الكول جانكشن والهوت جانكشن زاد، الواقع ان قراية الجالفانوميتر هي كمان هتزيد، وليهم علاقة وبيتناسبوا مع بعض. This potential difference is related to the temperature difference between hot junction and cool junction. لو بصينا للهوت تي وازاي انه اصبح اسخن فقراية الجالفانوميتر عليت. ناخد بالنا من الهوت تي تاني هنلاقي انه اصبح اسخن فقراية الجالفانوميتر عليت، وهكذا. كل ما زادت درجة حرارته كل ما قراية الجالفانوميتر زادت اكتر. طبعا ده باعتبار ان الكول جانكشن مازال في البيور ميلتينج ايس. بس في حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها هنا، وهي بيقول لي the galvanometer reads potential difference not temperature. How do we know the temperature؟ الجالفانومتر ده فعليا بيقرا potential difference زي الفولتميتر بالظبط. ايه علاقة ده بالtemperature واحنا اصلا قايلين الثرموكابل بيقرا temperature؟ الواقع كالاتي، ان كل قراية potential difference reading على الجالفانومتر بيناظرها definite temperature محددة، يعني كل قراءة على الجالفانومتر تدل على temperature معينة. طب بنعرفها منين؟ by either one of two methods. ازاي نقدر نحدد temperature من قراءة الجالفانومتر؟ الطريقة الاولى وهي reading from a chart of the thermocouple. كل thermocouple بيبقى ليه chart معينة، الchart دي هي اللي بتحدد لي temperature المناظرة لكل قراءة voltage على الجالفانومتر. بذكر تاني ان في انواع مختلفة من thermocouples اعتمادا على انواع الميتالز المستخدمة، وكل thermocouple ليه الchart الخاصة بيه. في حاجة تانية ممكن تغنيني عن الشارت، في بعض الثرموكابلز المتقدمة الجالفانومتر نفسه بيكون كاليبريتد، يعني الجالفانومتر بيديني القراية دايركت. بيقول لي the galvanometer may be calibrated to show the corresponding temperature reading directly. يعني بدل ما الجالفانومتر يديني قراية potential difference وارجع انا ادور potential difference دي يناظرها temperature قد ايه، لا، الجالفانومتر بيكون متطور ان هو بيقوم بحساباته ويديني قراية temperature direct. ده بنسميه calibrated galvanometer. برضو يقدر ان احنا
احنا نقول ان يمكن استبدال الجلفانومتر بسنسيتيف ميلي اميتر او سنسيتيف ميلي فولت ميتر او ما يسمى بالمالتي ميتر. دي خلاصة فكرة عمل الثرموكابل. لو ركزنا السيليبس بتاعي عايز مني ايه, هنلاقي ان هما 4 مين بوينتس. ذا سيليبس اونلي كونسيدرز 4 مين بوينتس. رقم 1 drawing a label diagram, ازاي نرسم ثرموكابل. رقم 2 how do we use it, ازاي نقدر نستخدمه. رقم 3 how does it read temperature, ايه فكرة عمله في قراءة التمبرتشر. رقم 4 when do we use it, امتى ممكن نستخدمه او امتى هيكون مفيد بالنسبة لي. تعالوا نمسك اول شيء عندي وهو label diagram. تعالوا نشوف هنرسمه ازاي. اول شيء بنبدأ نرسم واير بهذا الشكل, وده بيعتبر بيمثل عندي الكابر واير. بكرر للمرة الثالثة, مش شرط يكون كابر واير, ممكن يكون any two different metals. من عند طرف الكابر واير اللي على اليمين هنبدأ نطلع بواير تاني, ومن الطرف الاخر هنطلع بواير كمان. دول هنعتبرهم الايرون وايرز او الديفرنت ميتال. وبنرسم في المنتصف الكاليبريتد جالفانومتر. الاتصال ما بين التو ديفرنت وايرز اللي على اليمين بنسميه كول جانكشن, والاتصال اللي على الشمال بنسميه هوت جانكشن. ممكن ندعم الدايجرام بتاعنا بان نرسم بيور ميلتينج ايس عند الكول جانكشن, وعند الهوت جانكشن الشيء اللي احنا هنقيس التمبرتشر الخاصه بيه. بيقول لي ممكن استبدال الكاليبريتد جالفانومتر بملي اميتر اور ملي فولت ميتر. وي كان يوز ا ملي اميتر اور ملي فولت ميتر. الشيء التاني اللي بيركز عليه او الاساس التاني how it is used, ازاي بنستخدمه. هنقوله بكل بساطة put the cool junction in pure melting ice, put the hot junction on the object, read the temperature from the calibrated galvanometer or from thermocouple chart. دي طريقة استخدامه. تالت شيء بنركز عليه و how does it read temperature, الفكرة العلمية اللي بيبني عليها وهو بيقيس temperature. a small potential difference أو نقدر نقول small current is generated between two junctions each made of two different metals. بينشأ potential difference ما بين two junctions, كل junction منهم مصنوع من متالين مختلفين. The potential difference is related to the temperature difference between junctions. ال potential difference ده مرتبط أو ليه علاقة طردية مع فرق temperature. رابع شيء بيركز عليه when do we use it, يا ترى الثرموكابل ده ممكن يفيدني في إيه وإيه الحالات اللي بيكون مفيد فيها. رقم واحد very high and very low temperature. الثرموكابلز بتقرا درجات حرارة بتتراوح ما بين نيجاتيف 250 up to 1500, ما بين نيجاتيف 250 إلى 1500 ديجري سيليزيوس, وده رينج واسع جدا بيمكنني من قراءة درجات الحرارة العالية جدا ودرجات الحرارة المنخفضة جدا. كمان بينفع في rapidly changing temperatures, درجات الحرارة المتغيرة بسرعة, الميتلز اللي فيه بتتأثر سريعا بدرجة الحرارة, عشان كده بيقدر يديني تغير سريع في القرايات على عكس الليكويد انجلاس ثرمومتر اللي بيعتبر الى حد ما استجابته بطيئه. رقم 3 سمول اوبجكتس. تصميم الثرموكابل بيتيح ليا ان انا اصنع بهذا التكنيك ثرموكابلز مختلفه الاحجام, بتسمح لي ان انا اصنع ثرموكابلز متناهيه الصغر عشان تقيس درجات حراره الاجسام الصغيره جدا. كمان ميجرينج فروم ديستنس, الثرموكابل برضو تصميمه بيتيح لي اني اقدر اقيس بيه درجات حراره عن بعد. معظم هذه الميزات غير موجودة في الليكويدنج جلاس ثرمومتر. ده كان بشكل بسيط جدا وشرح مبسط للثرموكابل في النطاق اللي السيليبس بتاعي محدده. آخر عنوان في درس النهاردة إن شاء الله هيكون رقم 4 البريكوشنز, بعض الاحتياطات لازم ناخدها في الاعتبار وإحنا بنستخدم الثرمومتر أو بناخد قراءاته. رقم 1 stare before reading for even distribution of heat. لو هنقيس درجة حرارة ليكويد معين من الأفضل والأكثر دقة إن إحنا نقلب عشان الهيت يتوزع بالتساوي. رقم 2 لما أكون بسخن بإلكتريك هيتر لازم أحافظ على مسافة ما بين الثرمومتر وما بين الإلكتريك هيتر وأمنع تلامسهم لبعض. Keep the thermometer away from the heater. البريكوشن التالت واحنا بنبص على الثرمومتر, الميركري بيكون ليه تقوس في السيرفس بتاعه لأعلى زي ما احنا شايفين. لما نيجي نقرأ الثرمومتر ناخد القراءة المناظرة للتقوس من أعلى. التقوس ده بنسميه
meniscus. بيقولي read from the top of the mercury meniscus. البريكوشن اللي بعد كده طبعا بينصح ان احنا تكون عينينا perpendicular على الريدنج لتجنب خطأ البارالاكس او ازدواج الرؤية. يعني ما ينفعش ناخد الريدنج بانجل من فوق او بانجل من تحت. ده سيسبب خطأ وايرور في القراية. بينما تكون عينينا perpendicular على top of the mercury column. بيقولي the eye should look perpendicular to avoid parallax. من ضمن البريكوشنز برضو ان البلب تكون كاملة مغمورة داخل الليكويد. Bulb completely immersed in the liquid. من ضمن برضو اهم الاشياء اللي لازم ناخد بالنا منها ان لازم نحافظ على مسافة ما بين البلب وما بين جوانب البيكر. ما ينفعش الثرمومتر يلمس الاجناب او القاع. بيقولي bulb should not touch the surface of the container. دي كانت بعض البريكوشنز المهمة اللي لازم نحطها في اعتبارنا واحنا بنستخدم الثرمومتر. اخيرا مراجعة سريعة على العناوين اللي احنا درسناها النهاردة في درس الثرمومترز. اول حاجة كان introduction to thermometers. تاني عنوان كان نوع من انواع الثرمومترز اسمه liquid in glass thermometers. درسنا فيه temperature scale. درسنا فيه properties of thermometers. كمان اخدنا mercury and alcohol. وبعد كده اخدنا clinical thermometers. تالت عنوان كان نوع مهم جدا من الثرمومترز اسمه thermocouple. واخيرا بعض precautions المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنستخدم الثرمومترز.